عاجل وفاة ابن الممثل والفنان السوري زهير عبد الكريم. شاهدوا بالفيديو تفاصيل وسبب وفاته. توفي في اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2024 مجد زهير عبد الكريم ابن الممثل زهير عبد الكريم والمخرجة سوزان الصالح. ونعى الفنان أيمن زيدان الراحل عبر حسابه معبرا عن حزنه العميق ومقدما تعازيه الحارة لعائلة الفقيد. وسبب الوفاة: بعد معاناة مع مرض السرطان توفي مجد اليوم في ألمانيا حيث كان يتلقى العلاج، وتستقبل عائلة الفقيد المعزين في مدينة معربة بسوريا بدءا من اليوم ولمدة 3 أيام بعد صلاة المغرب. نسأل الله أن يرحم مجد ويمنح أهله الصبر والسلوان. إن لله وإن إليه راجعون. إلى هنا وصلنا لنهاية هذا الخبر ونهاية هذا الفيديو. لا تنسونا باللايك والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. شكرا جزيلا لكم على المشاهدة وإلى اللقاء.